بيكونوا أعدائنا عم يضحكوا علينا. فهمتوا علي؟ منيح. فوتي لجوا، يلا بنت يلا. هي مات شبتاني كمان، الموت ما عم ينتهي ابدا. امي انتي منيحة؟ مبارح اختك ما نيمتني طول الليل وانا تعبانة شوي. امي انا بنتك وبعرفك، قد ما حاولتي تخبي حزنك واضح، وبعرف كتير منيح الخوف الموجود جوات راسك. اكيد عم تسألي حالك شو رح يصير مو هيك. بتعرفي بابا بيحبك وبيعشقك، ديل شاه خانم هي ام ابنه بالنسبة لإله. ميران كيف امي؟ منيحة؟ منيحة احسن. شوفي تعالي معي، تعالي. يلا يا بنتي. ميران قلي شو هي المفاجأة؟ ما بيصير هلأ وإلا بتخرب المفاجأة. أمي ممكن تجي معي شوي؟ طبعا إذا ستي سمحت لي إني أخذك. لوين؟ والله عم بيقول مفاجأة وما عم بيقول شي تاني، سألته بس ما خبرني. يلا يا بنتي لا تكسري بخاطر ابنك. يلا طلعي لفوق. بأمان الله. ايه انتو جاهزين؟ على شو جاهزين؟ لمفاجأتي اخذت قرار وهلا رح شارككم بقراري. شايفة هالبيت يا امي؟ ايه هالبيت الفاضي لالنا وريان بتعرف، وعن قريب هالبيت الفاضي رح يتعبى وجواته ما رح يكون غير الدفى والمحبة. انتي وانا وريان وستي وحفيدك اللي رح يجي كلياتنا رح نكون عيلة كبيرة بهالبيت، ورح نعيش كلياتنا سوا فيه. انت عم تحكي عن جد؟ ايه بس انا رح كون معكم بنفس البيت؟ ما بيصير هالشي يا امي. انا ما رح ادركك. تتذكري شو قلتي؟ طلبتي مني جيب لك بنتك وانا رح جيب لك اياها، رح لاقي عزراء. بالله عن جد رح تشوف لي اياها؟ انت رح تلاقيها؟ حتى لو كانت بآخر الدنيا يا أمي رح لاقيها وجيبها.
بس أنا بدي شي تاني منك، بما أني ابنك، شي واحد. بعد ما رجع لك بنتك بدي اياكي ترجعي لي أمي، كوني جنبي لنعيش بهداك البيت مع بعض. اتفقنا؟ هون الجو بارد كتير، خلينا ننزل. أمي دلشاه تعالي معي. سيب تليفوني، رح اخده وروح. ميران رح ينتقل على البيت اللي جنبنا، هلا عرفت وانبسطت كتير. قال رح ياخدوا ديلشا لتعيش معهم كمان. نايمة؟ نايمة. هاد انت ميرا؟ مين رح يكون غيري؟ زعلاني مني؟ ليش لأزعل؟ على القرار بأنه نعيش بهداك البيت كان لازم ناخده مع بعض، بس ما أخدت رأيك وما سألتك إذا موافقة ولا لا. انت بعد كل هالسنين اجتمعت بأمك، طبيعي تعيش معنا، ما في داعي تسألني عن رأيي بالموضوع. يعني ما انك زعلاني مني؟ انا حطيتك جوات قلبي، معقول ازعل منك ميرا؟ بعدين الرجال اللي بيتخلى عن امه بعد ما يلاقيها ممكن يكون زوج ريان يا ترى؟ امي ديل شهر حتضل تاج على راسي، وهي امي كمان. بخصوص موضوع عزراء، انا قررت كمان اني جيبها على حياتنا من دون ما اخذ رايك. فكرت انه امي رح تتحسن لما تشوفها، بس هي انسانه ما بنعرفها. ميران، يلي بيخلي وجهك يضحك بيفرحني كتير. يلي بيخلي امي دلشاه تتحسن ويلي بيخلينا نتقرب من بعض اكتر اكيد موافقه عليه. وبعدين انت ليش مالك مطمن من جهتي؟ ما بعرف، يمكن لانك مو على بعضك وكانه في شي مشكله. صار شي سيء. هارون توفى. شو؟